محروس محروس. ابلص عليا ايه اموري؟ ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مستنيك من ساعه ما نزلت. مستنيني انا؟ خير؟ ايوه يا واد تعالى عايزاك. وحياه النبي يا شيخه، لو في اي مصلحه خليها. انت شايفها؟ انا والله بقى قادر اصلا طولي وجر رجلي بالعافيه. اي حاجه اعملها لك تحت امرك، عينيا ليكي، بس خليها الصبح بقى. يا واد تعالى عايزاك في كلمتين، ما قدرتش اكلمك في وسط الناس. حاضر الحمد لله. شاكسون شاكسون اتفضل اتفضل يا محروس. بتعمل ايه بس يا ام سعديه وانا غريب؟ اقعد بس اقعد، ده انت مقامك عندي فوق الناس كلها. ربنا يخليك يا ست الكل. يا اخويا الجدعان كلها روحت وانت مربط فوق مش عايز تنزل لما لوحت راسي. ما انت فاهمه بقى، لازم اروش المطرح لعم غزال كده واظبطه بعد الهرس اللي بتاع الليله كلها. صح، واجب برضه. وايه يا اخويا الكيس اللي معاك ده؟ ده مناب شاكسو ده الكلب. حنين، طول عمرك حنين يا محروس وقلبك على المخاليق كلها. الله يحفظك يا ست الكل. هو ايه الموضوع؟ انا هاجي معاك في الدغري كده والرزق على الرزاق. تعالي يا اختي معايا في الدغري وانا غريب؟ لا طبعا انت مش غريب، ده انت يا محروس طول عمرك قلبك عليا وعمرك ما هتعز عليا حاجه. ابدا عمرها ما تحصل. يعني لو طلبت منك تسلمني العزيمه هتبخل عليا بيها؟ عزيمه؟ عزيمه ايه؟ عزيمه سيدنا العدوي. سيدنا العدوي؟ والمصحف الشريف، والمصحف الشريف كمان مره ما هفتح بقي يا محروس. ما تخافش، هو انا عبيطه؟ ده انا عمري كله في الحوار ده وحافظه الاصول زي عينيا. اصول ايه بس يا ابله سعديه؟ اصول العهد يا محروس، العهد اللي خدوا عليك مولانا والعزيمه اللي سلمها لك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يا واد ما هي باينه زي الشمس اهي، ادي لك 15 سنه بتخدم وحاطط راسك مداس تحت مقام، هيقضيها عليك يعني ويديها لحد غيرك؟ وبعدين ده احنا قاعدين في وسط 60 والي، ما عمريش شفتك بتنده على حد غير، كل شويه يا عدوي يا عدوي. يا ابله سعديه، وانا اعرف يعني انا اعرف الاولاد دول كلهم، حد فيهم يعرفني غيره؟ الله، ده من العشره دي بس معاه. يا واد على قبلتك سعديه، طب عيني في عينك كده. طب ادي كتاب ربنا بين ايديك وشاهد على اللي هتقوله. لا اله الا الله. ما حصلش في نوبه كده جالك في رؤية متفسرة وقال لك على اللي هيحصل وحصل؟ عادي عادي يعني يا مصطفى، بقول لك الأحلام دي بتيجي عشان الفكر. فكر مين يا أبو فكر؟ أنت هتصيع عليا واد ولا إيه؟ اسمع يا محروس، ما دام جالك وفتح لك السكة يبقى عهدك واداك الأمان. عهد على إيه؟ عهدك على الحب. على الحب والرزق والحنية. تصدق الحب هو والله العظيم ثلاثة بقى بقى أي حاجة تتفهم غيرها، تحب تعرف نفسك وتعرف ربك حتى. أنا سعدية قصيمك النبي، انسى الحوار ده كله، أنا بخطرف، أنت عارف أنا جدع يعني رايحة منه و في إيه؟ لا إله إلا الله. مالك أنت هتعيطي ولا إيه؟ هتعيطي ليه؟ على إيه؟ على بخت يا محروس، حظ الدكر وعتبتي المنحوسة، كنتش طالبة من ربنا غير الستر والرضا ورشين أجهز بيهم البنت اللي حلتي، معرفش من الدنيا غير الصنعة المقندلة دي. السمعة نشفت والزبون راح، مبقاش فاضل غير إني أبيع هدومي. طب خلاص بس عدي، الله يكرمك الله يخليك. طب هو بس ست العدو هيعمل لك ايه دلوقتي في الزنان المقندله دي؟ ما كان نفعنا. انا طيب خلاص خلاص يا محروس، مش عايزها. ما دام مش طالع من ذمتك تديني عزيمته وتدلني على سكته. وكتاب الله المجيد لا فيها صحيح، هو ظهر لي بس لا في كان عزيمه ولا نظيمه ولا بتنجان، وظهر لي فجاه كده والله قطع لي الخلف، وبعد كده ادي وش الطيف. والله زي ما بقول لك